السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج اسمه سيم لاب. برنامج ده برنامج متميز قوي جدا خصوصا في ال VR. تقدر تعمل بيه VR بشكل قوي زي ما انت شايف VR VR. بحس ان انت تبقى حاسس ان انت جوه المبنى لو عندك النظارات، هتفيدك جدا وهتخلي الشغل سهل جدا ولذيذ. ممكن تعمل صورة 360 بسهولة. الموضوع كله جدا بسيط، الواجهة بتاعته سهلة ومنظمة. هتلاقي هنا مثلا 3D موديل، هتلاقي هنا اللقطات 3D، هتلاقي هنا السكتش باب، هتلاقي هنا ال VR ويرهاوس. ان شاء الله هننزل عنه دروس حلوة، لان ما لقيتش حاجة فيه بالعربي، فان شاء الله نبدأ نشرحه. الموضوع جدا سهل جدا وبسيط. هتيجي هنا هتلاقي ان انت ممكن تقسم الشاشة بتاعتك لجزئين لو انت حابب، تمام، او ممكن تقدر تقول له انا عايزها من التوب او من اي جهة تانية انت عايزها. ممكن تخليهم 3 مشاهد او 4 مشاهد، او تخليه مشهد واحد. وتقدر هنا تقول له ده انا عايز اشوفها كاكس راي، او عايز اشوفها باي فيو انت عايزه، مثلا ايجي اونلي او سوليد. احنا شغالين بالسوليد فيو ناو الان دلوقتي. الريال تايم ده بيحتاج جهاز امكانياته عاليه، يعني لو اخترناه مفيش اي مشكله خالص، بيعمل ريندر في الوقت الحقيقي، لكن بلاش مع الاجهزه بتاعتنا يعني دلوقتي، الا بقى خلاص انت خلصت الشغل وعايز ان انت تشوف الشغل ترجع عليه. هتلاقي حاجات خاصه باللايتنج، حاجات خاصه بالسلكت، تقدر تعمل سلكت على عنصر تقدر تتحرك عليه، زائد ان هنا دي بتسهل عليك ان انت تعمل سلكت لبعض العناصر، بحيث ان انت مثلا لو انت عايز ان الحاجه تعمل لها روتيت زي ما انت عايز. هتلاقي ظهر لك هنا تقدر ان انت تتحكم في الموف، تقدر تحرك العناصر لو انت حابب. ممكن تعمل تجاذب سناب، تقدر تحرك الحاجه بالشكل دوت زي ما احنا متعودين في البلندر والماكس والريفيت وهكذا. هتلاقي الموضوع سهل، ما فيهوش اي حاجه معقده يعني. ممكن تعمل فيت اول لو انت عايز تشوف المشروع كله، كل العناصر المرسومه. وبرده من خلال البكر تقدر تعمل زوم على داخل المبنى، تقدر تتحرك جواه، تقدر تغير البرسبكتيف لو انت حابب، تقدر تتحكم في الجريد. الجريد ده هو تقدر انت تخفيه خالص، تمام، تقول له اوكي خلاص الجريد بيختفي، او لا احنا محتاجينه فهتعمل شغل الجريد. وتشوف بقى المقاسات الكبيره والصغيره بين الجريد عايزها تبقى قد ايه. ممكن تقول له اوتو سناب، وده هيسهل عليك الشغل، اللي لو دقيتك تقدر ان انت تلغي الاوتو سناب. تقدر هنا كابتشر فيو ايمج، وش سهل، هتلاقي الماتيريال لايبراري كل حاجه انت عايزها. ممكن تيجي هنا في اللايبراري هتلاقي اي حاجه انت عايز تحملها، ساوند سكريبت اتش دي ار زي ما انت عايز. والواجهه هنا سهله برضو، ممكن تقول له انا عايز اركز على انيميشن او سيموليشن. طب انا عايز اركز على قائمه فايل، فتقدر تعمل مشهد جديد، او تعمل اوبن، او ان انت تعمل امبورت او اكسبورت للقطه بتاعتك، وتقدر تسيفها ك 3D PDF لو انت حابب، او تعملها شير. برضو عندك امكانيات للموف والروتيت وتحرك السنابس، تقدر تعمل كرييت للايت او كاميرا، او كل الحاجات دي تقدر تعملها بسهوله جدا. الفونت اهوت تقدر تضيف اللقطه هي، تقدر تجيبها تعمل لها روتيت. فسهل جدا التحكم فيها. عايز تشوف المشهد 3D، عايز ان انت تغير الماتيريال، الماتيريال فيه رائع بشكل كويس. ممكن نخلي الكاميرا لما تقرب من المكتب، المكتب يتغير الماتيريال بتاعته، او يبقى فيه اكتر ماتيريال، او ان المكتب الادراج بتاعته تتفتح زي ما انت عايز. فبرنامج جميل جدا، ان شاء الله نستمتع بيه مع بعض. وهو ميزته الاساسيه او القوه بتاعته موجوده في الـ VR.